اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البدايه اكيد شفتوا الصور، في البدايه برحب بابطالنا الحقيقه اللي مشرفينا في الاستوديو النهارده. برحب بملك عبد الحميد نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه وايضا منتخب مصر. اهلا بيك يا ملك. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الله الاهلي. الله يخليك. برحب باخوها التوأم لؤي عبد الحميد ونجم النادي الاهلي ايضا ونجم منتخب مصر. اهلا بيك يا لؤي. اهلا بحضرتك. يمكن اجي لك يا ملك، انتوا مواليد 2004، يعني بنتكلم اكبر ومولاد النادي الاهلي صح؟ طب كلميني عن يعني اول، يعني انت ما شاء الله واخده تاني الدوري العالمي واول تصفيات منتخب تحت 21، يعني انت بتلعبي مع الاكبر منك كمان الله اكبر. كلميني امتى بدانا نحصد ميداليات ونحط رجلينا على اول الطريق، بالذات لو خدنا بطوله او خدنا يعني او عملنا انجاز في بطوله كبيره، كان امتى؟ كان في حدود عندي، انا بدات كاراتيه وانا عندي 4 سنين تمام. وطبعا عايزه اقول لك عن نظام في النادي الاهلي كان تحفه، وكان قبل ما نبدا بطولات قبل ما نطلع بره كان لازم يبقى في تصفيات جوه النادي عشان يعودك ان على روح البطوله تمام. وده مش بيحصل في اي نوادي قبل كده. بس فالحق 4 سنين من 4 سنين كنت صغيره بس هم كانوا بيتعاملوا معانا بكل سلاسه. كويس، حبيتي الكاراتيه بالظبط. طب احنا انت يعني ما شاء الله خدتي بطولات وانت صغيره تمام، امتى بقى بدانا نخش منتخبات؟ امتى بدانا ناخد ميداليات او نشارك في بطولات من 2019 بالظبط. 2019 كان دخلت منتخب ناشئات، سافرت بطوله دوليه كرواتيا، كان اول احتكاك ليا دولي تمام في منتخب مصر، بس ما حصلش نصيب ساعتها. كان اكسبيرينس كده، بطوله خبره، بس رحت مع منتخب مصر. دي كانت اول اشتراك ليك. ده كان اول اشتراك تمام. بعد كده بقى، بس بعد كده دخلت منتخب، بقالي بالظبط 3 سنين في المنتخب اهو. في سنه بطلت عشان كنت ثانويه عامه تمام، الحمد لله يعني ربنا كرمني بطب اسنان ما شاء الله. الحمد لله. هاي برافو عليك. بالظبط. بس بعد كده الحمد لله افريقيا، جبت اول افريقيا في 2021 مع المنتخب. وفي نفس السنه جبت برضو بحر متوسط، جبت تاني فردي وجبت تالت جماعي ما شاء الله. وادي السنه دي هو جبت بعد طبعا توقف في ثانويه عامه بالظبط. وجبت تاني في الدوري العالمي في الامارات الله. الحمد لله يعني ان شاء الله في بطولات تانيه، وبنستعد طبعا لبطوله العالم في 2024. اول حاجه جايه لكم؟ لا هو في طبعا السنه دي في بس طبعا الامل الكبير كله على بطوله العالم 2024 ان شاء الله. ذهب باذن الله. باذن الله يا رب. باذن الله ان شاء الله. لؤي اجي لك طبعا، انت مع ملك اكيد بداتوا المشوار مع بعض 4 سنين وانتوا 2 توائم طبعا صح؟ طيب كلمني برضو زي ما يعني ملك كلمتني كده، بطولاتك بدات مع الناشئين امتى؟ وصلت ليه؟ يعني كلمني. هو انا قبل ما 2019 كنت جايب اول جمهوريه، فالنادي كان بيحفز اللي جايب اول جمهوريه كان بيسفره تركيا. حلو. فكان في بطوله في تركيا، دي اول حاجه سافرها، جبت ثالث جماعي وثالث فردي. طيب انت في 2019 حققت ايه مع النادي؟ 2019 هو انا دخلت المنتخب بس ما حصلش نصيب وما كملتش. تمام. لا انا بتكلم انت سافرت تركيا بناء على ايه اللي حققته مع النادي؟ كنت جايب اول جمهوريه. ممتاز، عشان كده انت بقيت يعني النادي الاهلي ادالك فرصه ان انت تحتك في تركيا. لعبت هناك بطوله. وجبت ثالث فردي وثالث جماعي. ما شاء الله الله اكبر. ده كان 2019. ده كان 2017. لا 2017 انت بدات دولي قبل ملك. صح؟ يعني فرق شويه. بعديها بقى فضلت اخش المنتخب وربنا ما يكلنيش واسافر واطلع وكده، لحد ما جيت السنه دي وسافرت اليوث ليج في دبي، بس ربنا ما كرمنيش برضو. بس ربنا كرمني، كنت من اول 2019 لحد دلوقتي اول جمهوريه لحد دلوقتي، والحمد لله يعني. وكل سنه بخش المنتخب بس ما حصلش نصيب وما سافرش. يعني انت من 2019 انت بطل الجمهوريه. وبطل الجمهوريه ده بيبقى الرانك رقم 1. تخش مع المنتخب التصفيات اللي بتتعمل دي. بساعات بكسب وساعات بخسر. بس انت المره دي واخد تاني. فانت كده تمام. انت كده مسافر مع المنتخب ان شاء الله اي بطوله جايه. التصفيات بتاعت المنتخب دي خلصت امتى؟ يوم الاربعاء. هي كانت من يوم الاثنين لحد يوم الاربعاء. وكنت معسكر مغلق وكده وبتاع. لسه المعسكر هيبدا ان شاء الله. يعني هم خلصوا المعسكر اللي بعد كده، انما التصفيات ما كانتش معسكر. لا كانت في الاستاد القاهره عادي. كنا بنلعب مع بعض، وهي دوري واللي يكسب بنلعب الكسبان من الورقه الثانيه ولحد ما يبقى ياخد اول وثاني وبس. انت طلعت تاني. الحمد لله. يعني انت وصلت، لما وصلت فاينل خلاص. الحمد لله. طب انت مبسوط ان بعد يعني اصل 2017 انت نورت جامد قوي. وبعد كده حصل لك باتلك شويه. السنه اللي فاتت كنت برضو موقف عشان بطوله العالم، كنت موقف عشان ثانويه عامه، بس ربنا كرمني. كنت مع ملك؟ عشان ثانويه عامه. برضو؟ لا انا بي اي اس، بزنس انفورماتيك سيستم. ما شاء الله، يعني انتوا توأم بس انتوا مش شكل بعض خالص يعني. كطموحات يعني انتوا في الشكل قريبين من بعض.
بس كميول وكطموحات مختلفه خالص. طيب انت وقفت عشان ثانويه عامه بس، وبعدين ربنا كرمني وانا السنه اللي فاتت كنت بسافر على بطوله العالم، وهم كانوا بياخدوا الاول بس هو اللي بيسافر، وانا جبت تاني برضه. يا خبر ابيض، يعني انت دايما. بس اقول لك على حاجه، وقفت معايا على نقطه واحده يعني، هو كان 13 وانا 12. انا بقول لك يعني واضح ان انت عندك شويه بدلك، بس لما هتفتح معاك نعم مش هتقف ان شاء الله يعني. ليه؟ لان ما شاء الله باين عليك انت واختك ان انتوا عندكم اصرار. يعني الباد لك اللي قبلك ده ولا ياثر فيك. الحمد لله. لان انت ما شاء الله كل من 2019 وانت الجمهوريه. فانت عندك حته بقى عدم التوفيق، والتوفيق دي هتيجي، ويوم ما هتجيلك دهب 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 ان شاء الله. عارف انت البرنامج زمان كان بيجي دهب 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 كده، ما شفتوش غير الجمهوري. طيب النهارده احنا خدنا تاني، احنا كده جاهزين نسافر يعني. هو هياخدوا اول وتاني المنتخب. بيعملوا المعسكر الاول والثاني بس ولا الكل اللي كانوا بيعملوا التصوير؟ الاول والثاني اللي في كل الموازين يعني. هو بيبدا من 60 67 75 84 مفتوح. بياخدوا اول وثاني في كل ميزان ويعسكرون بقى في المركز الاولمبي. وزنك؟ انا بلعب 67. 67. وانت يا انا بلعب تحت 68. 68 يعني انتوا الاثنين تقريبا نفس الزاويه، نفس الرينج يعني. انتوا اخوات كل حاجه زي بعض. طب قول لي، لما بداتوا كاراتيه مع بعض وانتوا صغيرين وودوكوا اللعبه دي، انتوا رحتوا انتوا الاثنين ولا واحد منكم بدا الاول؟ لا لا، احنا كنا بنتمرن سباحه، فشفنا من بعيد واحنا ماشيين كده ناس بتضرب في بعض كاراتيه. الله، عايز عايز اضرب زي دول. فقلنا لماما احنا عايزين نلعب اللعبه دي، فبدانا انا وهي واخونا الكبير. انت ليكوا اخ اكبر منك؟ 2003. اسمه ايه؟ محمد. اسمه محمد. محمد ما شاء الله. محمد كان بيلعب كاراتيه برضه؟ بيلعب كاراتيه لحد دلوقتي. هو في كليه هندسه. كليه هندسه؟ يا جماعه الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب. يعني هو كان سابقكم بسنه. وانتوا كنتوا بتلعبوا سباحه. وانتوا اعضاء جمعيه عموميه في النادي. طبعا. انتوا اعضاء جمعيه عموميه في النادي، فطبعا هم اغلب الاعضاء يا سباحه يا كاراتيه. الصراحه انا اصلا كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا كنت عايزه سباحه، كنت عايزه جمباز، عشان حاجه كده رقيقه بنوتاتي كده. بالظبط. رحتي بقى في المفرمه. بالظبط. ما كان المواعيد بتاعه السباحه يعني حصل لخبطه ما بين التمرينين بقى. اللي كنا بنخلص تمرين نخش التمرين ده ورا بعض. بالظبط. فرحت كاراتيه معاهم. احسن، عملت شخصيتكم. رحت كاراتيه معاهم. بس انتوا بتلعبوا كوميتيه ولا كاتو؟ لا كوميتيه. كوميتيه. كله بقى اشتباكات وكله كله شغل جامد قوي. الكاتا ليها ناسها، بس الكوميتيه فيها شويه اثاره. الكاتا عصب بقى وكده. لا كوميتيه. طيب انتوا بداتوا سباحه وبعد كده رحتوا كاراتيه انتوا الاثنين؟ احنا كنا في السيم تايم، كنا سباحه وكاراتيه الاثنين كمان. كنا بخلص تمرين السباحه ادخل على تمرين الكاراتيه، ارجع اذاكر. بس طب انت بطلت سباحه؟ بطلت سباحه من اول بطوله جبتها في الكاراتيه. انا ما كنتش في السباحه قوي يعني. انا بص، انا كنت بتمرن سباحه ليه تحت ان انا عايزه يعني العب سباحه بقى، يعني حبيتها وكده. ليه بقى؟ بس كنت عايزه اتعلمها. بس دخلت كذا بطوله ما حصلش نصيب. بالظبط. والكابتن بقى بتاعي ساعتها قال لي لا، لازم تركزي في حاجه واحده عشان نعرف احنا رايحين في انهي اتجاه. رحت قلت خلاص، ما دام انا بحقق. لا ما افتكرش، بس في حدود دي يجي مثلا 11 سنه كده. 11 سنه بطلت سباحه بقى. بطلت سباحه. بقى حظك ماشي في الكاراتيه. في الكاراتيه بقى بتحققي بطولات. ده انا كنت بلعب كاتا في الاول، ودخلت كذا بطوله كاتا في النادي برضو، ما حققتش خالص يعني. كنت غريبه. بدات كاتا كمان؟ كاتا. لازم اصلا نبدا نتاسس كاتا. كاتا. بس وبعد كده بدات كوميتيه. بالظبط. بدات كوميتيه بقى، اول بطوله جبت اول. الله اكبر. على طول. وبعد كده بقى دخلت القاهره وجمهوريه، وبقيت تصفيات منتخب، وبقيت دولي. ما شاء الله. طب والاي كان نفس الكلام يعني؟ انت لا يعني بطلت سباحه في نفس الوقت؟ احنا كنا بناخد 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 الكراف كلها مع بعض. انتوا كان تمارينكم في الكاراتيه مع بعض وفي السباحه مع بعض؟ احنا كنا مع نفس الكابتن. في وقت يعني مثلا باباك ومامتك كانوا بيروحوا النادي، كان ممكن يبقى فيه اختلاف في التمارين، فيعيني كانوا يقعدوا مثلا اليوم كله. لا هو ولا كان منظمينها؟ هي ماما اللي كانت تعبانه معانا، لان بابا مهندس بترول فكان بيسافر بره. بابا سايب الدنيا طبعا. هي ماما اللي كانت عامله كل حاجه. ربنا يعينه. فوالدتكم تعبه معاكم؟ كل التحيه ليها بامانه. طب تحبي تقول والدتك ايه؟ يعني بجد شكرا انها تعبت معانا في كل حاجه، وانها يعني لسه بتجري ورانا ومصره علينا، وهي طبعا بتدينا يعني لو بنقع هي اللي بتقومنا وكل حاجه، فربنا يخليها لينا يا رب يعني. طب تقولها قبل رمضان؟ يعني كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي لينا، وانا بحبها. طيب تقول باباك بقى ايه اللي شقيان بره وتعبان وعمال يعني؟ طبعا ربنا يخلينا لينا يعني. احنا يعني من غيره ولا حاجه طبعا يعني. هو يعني هو كل حاجه طبعا. ربنا يخليهم يا رب. ربنا يخليهم. انت نفس الكلام تقولي لمامتك؟ انا ماما تقريبا هي اللي موصلاني كل اللي انا فيه ده بامانه يعني. انا من غيرها ولا حاجه، ومش بأفور في الكلام، بس فعلا ماما بتبقى معايا في الوحشه قبل الحلوه يعني. مثلا اكيد طبعا في دروبس بتحصل لاي لاعب، في الوقت ده بلاقي مثلا مش كله بيقف معايا، مش زي اللي هو اما اكسب فلاقي كله معايا. اللي هو بتقول لك ايه مامتك لما تخسر؟
بتقعد تقول لي انا واثقه فيكي، انا الله. ربنا بيبتلي عشان يدي في الاخر، ما تقلقيش وان شاء الله يعني ربنا هيكرمك. بتقعد تديني بوزيتيف انرجي بطريقه بتحسسني اللي هو لا لسه في عندك اكتر. بالرغم ان الواحد لما بيخسر بيأنب نفسه جامد جدا وبيجلد نفسه، حضرتك خاصه الناجح. او حضرتك ان احنا بنتعب في التمرين، او مثلا كان بتكلم عن نفسي انا بتعب في التمرين جدا، اللي هو انا في التمرين بحس ان انا في بطوله، فاما تخسر وتلاقي ان مفيش مجهودك ضاع على عمر. الفاضي مامتك لمتك ان انت خسرتي ماتش هو لما بتعملش اللي عليها؟ اما نقصر في البطوله بتقولك ايه؟ طيب بتقول لي انا زعلانه منك جدا، وماما بقى ما بتزعل يعني خلاص. ربنا يخليها يا رب. انا زعلانه منك جدا، انت ما مش عملتيش عشان اللي خسرت، عليكي، مش عشان خسرت، لا انت عشان ما عملتيش اللي عليكي. وماما عندها الكاراتيه زي الدراسه بالظبط، برافو. اديتي هنا لازم تدي هنا، انت ما فيش حل، اديتي هنا يبقى انت اكيد عندك نفس الباور انك تدي هنا نجاح اي رياضي بيته بالظبط. البيت، بابا ومامته. طيب طبعا تقولي بقى للبنت حبيب باباها يعني بقول ايه؟ دي حقيقة ينفعش فعلا. يسيب بابا كده، الراجل بتغرب عشان خاطرنا. بابا ده حبيب قلبي والله، بيدلعني مش عايزة اقول لك، لا بيدلعني على طول. طبعا بابا ما كانش في، يعني هو زمان عشان هو كان مسافر، فماما كانت هي الاب والام في نفس الوقت. طبعا بس طبعا هو بيكون مستني عايز يسمع الريزلت في الاخر، يعني ممكن تكون ماما هي اللي حاضره معانا المعركه من اولها، بس هو فمتشوق يشوف النتيجة. عايز الريزلت. مهما كانت الريزلت حلوه او وحشه هو بيفضل بيدعمني على طول طبعا. بس لو الريزلت حلوه فانت ليكي هديه جميله قوي جميلة، عايزين طبعا. بقى الهدايا بقى اللي بتيجي من بره دي. بالظبط. فهو برضو بيديني بوزيتيف انرجي كتير جدا. ولا طيب علاقتكم انتوا كتوأم مع اخوكم محمد الاكبر منكم في الكاراتيه، هو سابقكم في الكاراتيه وحقق اكيد حاجات في الكاراتيه زيه، فانتوا كده عيله انتوا الثلاثه بس؟ احنا في ولد وعندنا اخ وبنت صغير اصغر مننا بست كمان. سنين 6 سنين كاراتيه برضو. بس بس هو بيلعب دلوقتي كاتا. بيلعب كاتا. بس احنا عايزين الجينات ما شاء الله كويس، عايزين يعني ما شاء الله ان شاء يعني، الله يعني. يعني عايزين نستنسخ كتير ان ما شاء شاء الله. الله. طيب بتقولي ايه لاخوك؟ بتتعاملوا ازاي مع محمد؟ محمد ده يعني مثلا هو كل لاعب بيتصف بحاجه حلوه فيه. محمد دماغه تحفه في الملعب، يعني انا مثلا لما اكون في الملعب بكون راميه اكتر على المدرب، ان هو انا بسمع عشان هو شايف من بره الملعب، وطبعا الخبره بتجيب طبعا. هو بقى لا هو دماغه مع نفسه، هو فاهم تمرينه. عنده المنتاليتي عاليه او المنتال عالي، شغل المنتال في الملعب عنده بالظبط. عالي. فدي حاجه اصلا يعني نص الكاراتيه كمنتاليتي وبتشير بجد. كده لاي نفس الكلام. دماغه حلوه جدا. ايه ده بس غريبه قوي يعني، فرق بينكم سنه بس هو طبعا عشان تقول عليه كده مهندس بقى اللي هو مهندس. هيعذبكم. انا مهندس بالتفاصيل التفاصيل، ما حدش بيسيب ربنا يكفيك شر المهندس لما يركز في التفاصيل. بس هو يعني حلو ان انتوا تبقوا قريبين من بعض. طب اداك خبرات؟ اداك حاجه؟ انا عايزه اقول لحضرتك اصلا ان انا ما بحضرش بطوله غير اما يكون محمد هنا. هو بدا قبل منكم ولا بدا معاكم؟ لا احنا بدانا هو 5 سنين، احنا 4 سنين كنا في نفس السنه تقريبا. بالظبط. ما هو الفرق ما فيش. هو سنة 2003 انتوا 2004. بالظبط. انا عايزه اقول هنا معايا لازم في الملعب عيني تبقى، يعني هو بيكون زي ما بقول لحضرتك دماغه بتبقى ملهاش حل. ولو اي نفس الكلام لو اي بقى عينك على بيتزق متركز في الملعب اكتر. لا انا حاسس انتوا مختلفين شويه يعني، انتوا بس كل واحد لا ليه هو يعني دماغه وانا دماغي بجد. انا بلعب بدماغي بس مش بفكر، دي في ناوي بلعبه. انا عايز اقول تيجي بقى تيجي ما تجيش. اقول لك على حاجه، انا حاسك شويه انا دي لا دماغك ناشفه. انا بحسك انت لا يعني، انت فليكسبل يعني الكابتن بتاعي يعني. انا اكتر واحد الكابتن بتاعي لما بيجي يقعد بيخاف مني وانا بلعب. يا ساتر. عشان بلعب بمزاجي فاهم، اكسب اي حد. لو مزاجي مش رايق اخسر من اي حد. طالما نجحت كده افضل كده، وطالما انت نجحتي كده افضلي كده. بس انا في مشكله، ما ينفعش ازاي يوم البطوله انا ماليش مزاج العب. انت كده لو اي ايوه اوبا انت من اياهم. لا ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده. ده بقى هي بص، هي يمكن في البدايات بس يعني، في البدايات بس هتلاقي نفسك ممكن مودك بيتغير بتاع، لما هيبقى احتكاكات كتير وتلعب كتير مفيش مود بقى يا باشا، هتقوم الصبح تاخد مودك ده تحطه على جنب وتنزل تلعب. والله انا يعني دي بس موضوع يعني ايه، بس عاجبني ان انتوا توأم. بس سبحان الخلاق، كل واحد ليه طموحاته وكل اماله وليه دماغه وليه. طيب عايزه تعملي ايه بالكاراتيه؟ عايزه توصلي لايه؟ انا نفسي حلمي من وانا صغيره ان انا ابقى بطله عالم بجد. زي مين؟ زي جينا فاروق. جينا فاروق دي حبيبتنا كلنا.
دي دكتور مهند هي ودكتور مهند طبعا طبعا ده هو الاساس، ده هو الايقونه الكبير طبعا. بس جيجي جيجي بجد، جيانا فاروق غريبه ان كل الكاراتيه بيقول لي جيجي يا جيجي، جيانا ما بيقولهاش يا كابتن، ما بيقولها جيجي. هي اصلا بتتعامل مع حضرتك كانها لعيبه، اللي هو زي زيك كده، احنا ما فيش فرق. طيبه جميله جميله جميله، طيبه جدا قوي قوي قوي. لا طيبه انت عايز تبقى بطل تعالى ان شاء الله، ها ابقى بطل اولمبي علق عليك. شفت بقى هتعلي عليها هيعلق عليك بطل اولمبي. برافو عليك. طب هو الاولمبيات ممكن نيويورك او سوري لوس انجلوس اللي جايه احتمال يفكروا يدخلوا فيها الكاراتيه، انت هتبقى ساعتها انت الكبير كمان 5 6 بس سنين. بس لازم بقى يعني لازم اسافر كتير عشان اعلي البوينتس بتاعتي، عشان ايه اعرف اخش من ضمن ال. طب انت عارف ازاي تعلي البوينتس بتاعتك؟ من كتر ما انا بشترك في بطولات وعلى الرانك بتاعي بيزيد، البوينتس بتاعتي بتزيد. طب دي محتاجه بقى ان احنا نعمل ايه، نركن المود بتاعنا على جنب. دي حقيقة الصراحه يعني. هو طبعا ونستغل. البطولات طبعا دي كلها بيبقى ليها رانك، اللي بتبقى ليك رانك على العالم. يعني هتكلم هتسالكوا سؤالين انتوا الاثنين اوكي، ونشوف كل واحد الاختلاف. ماشي. انا لو كنت اقدر اخليكم ما تسمعوش بعض، بس هو حظنا نسمع بعض، بس كل واحد يقول لي عشان نعرف الفرق. شوفوا برغم ان انتوا توأم قبل المباراه النهارده، داخل انت على المباراه فاضل ساعه اوكي، التوتر ايه والدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ بتفكري في ايه؟ طبعا بيبقى في رهبه، مش رهبه من اللي قدامي، انا طبعا بحترم اللاعب ده كاني زي زيه، حتى لو كان اقل مستوى او اعلى مستوى، انا في دماغي انا قدامي بدله بتتحرك بس. طبعا خايفه من الاولاني من ايه؟ ببقى خايفه طبعا من ان انا تعبي يضيع. مثلا بيبقى قله توفيق مثلا كده، لكن ما بخافش من اللاعب اللي قدامي مهما كان مين، عشان احنا متعلمين من واحنا صغيرين قد كده ان احنا من النادي الاهلي كمان، ان احنا لو لعبنا قدام اي حد في اي نادي احنا النادي الاهلي احنا اعلى من اي حد. طب لؤي قبل الماتش ب 10 دقائق كده سوري بساعه، ايه التفاعلات اللي جواك؟ انا ببقى خايف بس. انتوا مشتركين مع بعض في الخوف؟ تمام. بس انا في حاجه كده يعني مش فاهم، ماما والكابتن بيطمنوا لما قبل الملعب، بقول لهم عايز اروح التويليت. ده بجد بيطمنوا بقى فعلا، بيطمنوا انا كده مركز وهكسب يعني. لا طب ايه العلاقه؟ معرفش. هو هل هي عاده مثلا؟ لا بجد انا ممكن عشان خايف، ممكن عشان خايف، ممكن عشان خايف، خايف جدا. تبقى فعلا عايز تخش الحمام ولا بتعملها تيمن يعني، ان انت بتبقى عايز تخش الحمام كتقليد انت بتعمله؟ لا عشان خايف بجد، عشان خايف بجد، فمثلا ممكن لما اروح الحمام ابعد عن الملعب شويه فارتاح. طب انت في مرات ما رحتش الحمام؟ في كتير. وخسرت؟ طب لعلمك الموضوع ده مش مضحك. لا 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 خالص، بالعكس انا معاك قلبا وقالبا، كل واحد وليه طقوس قبل الماتش. برافو عليك، وما تخجلش من ده، ما تخجلش من ده خالص. بالعكس انا بروح بحس ان انا دخلت حمام فصلت عن الملعب خالص، دخلت اوضه اللبس وجيت. لا ما تخجلش من ده خالص، بس المهم حافظ عليه. يعني في لما تكبر في ناس تحب تشرب شاي، في ناس بتاع، انت بتحب كده، انت ليكي طقوس قبلها؟ ليكي حاجه بتعمليها ولا بتخش على طول؟ لا انا بخش على طول، انا ماليش دعوه بالظروف اللي حواليا عامه، يعني انا بلعب تحت اي حاجه. برافو، كل واحد وليه يعني. برغم ان انتوا توأم بس ليكوا يعني كل واحد ليه يعني دماغه. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل. بس خلينا قبل ما نطلع الفاصل يعني اشكر ضيوفي اللي نوروني، لان احنا الحقيقه ما عندناش وقت، فهيخش معانا كابتن محمد. شكرا. طبعا ملك عبد الحميد بشكرك. الله يهلا وسهلا. انت مشروع نجمه كبيره ان شاء الله باذن الله. بشكرك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. لؤي عبد الحميد طبعا اخو ملك ونجم النادي الاهلي منتخب مصر، بشكرك وانت مشروع نجم كبير، بس هحط الجمهور على جنب. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونستقبل كابتن محمد السيد، مهاراته مدرب طبعا الاثنين اللعيبه اللي معايا ملك ولؤي، عشان نعرف منه ازاي نشاتهم، وهل معاه ابطال تانيين ولا لا، وايه طموحاته مع لعيبته، ولكن بعد الفاصل.